سيكون بالقدم اليمنى لرأفت علي بيلعب كرة على القائم الثاني، رأسية تتهيأ، خطير هذه الكرة. الهدف الأول أحمد كشكش، أحمد كشكش 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 يحرز الهدف الأول في المباراة. يتقدم فريق الوحدات بهدف مقابل لا شيء، والجماهير الوفية التي تتابع هذه المباراة من على المدرجات تماما تفرح لهذا الهدف. هدف جاء بطريقة رائعة بإمضاء أحمد كشكش الذي يلعب وبجانبه عامر أبو حويطي، وشاهد رأفت علي بكرته التي لعبها على القائم الثاني القائم البعيد، رأسية محمد جمال، مهارة أحمد كشكش في الزاوية البعيدة الزاوية اليمنى لمرمى حماد الأسمر، يتمكن من إحراز الهدف الأول في المباراة. قلنا أن المباراة ستأتي مفتوحة هجوميا من كلا الطرفين، وشاهد رأسية محمد جمال ومهارة رائعة كانت لأحمد كشكش، وخداع كبير كان لقلب الدفاع نضال الجنيدي، شاهدوا نضال الجنيدي رقم 4 وبباطن القدم اليمنى أحمد كشكش في الزاوية البعيدة.